اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا. والبدايه من منتخب مصر الوطني اللي وصل النهارده المغرب استعدادا لمواجهه منتخب غينيا يوم الاربعاء اللي جاي في الجوله الخامسه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه. وعلى راس بعثه منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكوره وحازم امام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الاول. وكان في استقبال البعثه عدد من مسؤولي الاتحاد المغربي لكره القدم. وقبل ما تتحرك بعثة المنتخب حرصوا على أنهم يهنئوا لعيبة الأهلي اللي طائرتهم وصلت في نفس الوقت إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب. منتخبنا بيتصدر مجموعته في التصفيات برصيد 9 نقط ومنتخب غينيا بيحتل الوصافة بنفس العدد من النقط، ثم ملاوي ثم أثيوبيا برصيد 3 نقط. ونروح لأخبار النادي الأهلي اللي وصل النهاردة للقاهرة، وحصلت اللعيبة على أجازة لمدة 7 أيام هتنتهي يوم 18 يونيو. كولر وجهازه المعاون حرصوا على السفر خارج البلاد عشان يقضوا أجازة مع أسرتهم مستغلين فترة التوقف. كمان غاب عن التواجد في البعثة الأهلي بالقاهرة اللعيبة الأجنبية اللي سافرت هي كمان عشان تشوف أسرهم، خاصة أن الفترة اللي فاتت كان في ضغط مباريات وده تسبب في عدم حصولهم على راحة لرؤية أسرهم. بيستغل كولر فترة التوقف في دراسة الفريق بشكل جيد علشان يبلغ إدارة النادي باحتياجاته في الموسم اللي جاي من الصفقات. تعالوا نروح نشوف آراء الجماهير في الصفقات الأهلي اللي محتاجها ونرجع لكم مرة تانية. شايف الأهلي محتاج صفقات إيه في الموسم الجديد عشان يقدر يحافظ على تفوقه في الوقت الحالي سواء محليا أو قاريا؟ وإحنا الحمد لله عندنا لعيبة كويسة في كل المراكز، بس طبعا مركز 10 مهم، محتاجين فيه لعيب يبقى بديل لقفشة أو يعني يلعب مكان قفشة. مركز الفيرويد طبعا محتاجين فيه لاعب، يعني حد جنب شريف وحد جنب كهربا، يكون افريقي احسن ويكون لاعب كبير من اللي هم صفقه سوبر. يعني الاهلي دايما محتاج راس حربه حاليا في ظل محمد شريف وكهربا، محتاج راس حربه قوي يقدر ان هو يستغل الكرات اللي بتتاح له. رقم 2 محتاج باك ليفت مكان علي معلول. علي معلول كبير في السن، الباك ليفت الاحتياطي لسه شاب ناشئ، محتاج شويه خبره، فانت محتاج حد يساند برده علي معلول. عايزين تدعيم في خط النص لاعب، وفي خط الهجوم عايزين مهاجم صريح يكون مؤثر على المرمى اكتر من كده، وتدعيم لخط الدفاع. وباذن الله باذن الله احنا رايحين بقى ناخد كاس عالم انديه، هي دي اللي فاضله لنا باذن الله. كحاليا شايف ان خط الهجوم كويس قوي تمام، بس هو بيبقى فيه ساعات بيبقى مهاجم محطه لازم ينزل يستلم الكوره ولازم فهماني يكون مندفع شويه. احنا عايزين باك ليفت مكان علي معلول او مع علي معلول جنب خالد عبد الفتاح. في نفس الوقت احنا محتاجين برضو مهاجم، لان كهربا طبعا اصلا مش مهاجم، وفي نفس الوقت محمد شريف مستواه في النازل. راس حربه يكون كويس، هداف يقدر يجيب من اي فرصه يجيب اجوان. ولسه مكملين معاكم في ملف صفقات الاهلي. حمدي فتحي لاعب الاهلي بيطلب عقد جلسه مع اداره النادي علشان يحدد موقفه من الرحيل الى الدوري القطري بعد ما تلقى الاهلي عرض رسمي من نادي الوكره القطري لاستعاره حمدي. حمدي فتحي بيعتبر من اهم لعيبه خط نص الاهلي في السنوات اللي فاتت. تعالوا نروح نشوف راي الجماهير في العرض القطري لحمدي فتحي ونرجع لكم مره ثانيه. في رحيل حمدي فتحي عن الاهلي في حاله قبوله للعرض القطري اللي متقدم له؟ يا يرحل عادي، في مروان عطيه غطي مكانه وديانج والسوليه، وفي كريم نيدفيت لو رجع برده هيبقى حلو في مكانه. حمدي فتحي عنصر اساسي في الاهلي، وما اظنش حد يقدر ياخد مكانه، هو يعني ليه طريقه لعب معينه ومفيش حد يقدر ياخد مكانه الصراحه. امبارح كان مادي كويس جدا في الماتش. هو حمدي فتحي جرب ياخد له فرصه بره بعد كده يرجع تاني، وبالنسبه لمكانه في ديانج وفي عمرو السوليه ممكن يشيلوا مكانه لحد ممكن ما يرجع، ولا حتى نجيب صفقات حلوه مكانه. حمدي فتحي طبعا راجل من رجاله الاهلي، استحاله يقبل اي عرض ويفرط في النادي الاهلي. الاهلي ما بقاش في فريق حد، اي حد يمشي لورا الاهلي يبقى باختياره هو مش باختيار حد، فاللي هو حر، انما هو يعني في الاهلي بيقدم اداء كويس وكل حاجه، لو راح برده قطر يعمل اداء كويس. ومن الاهلي للزمالك اللي جهازه الفني بقياده خوان كارلوس اوسوريو بيدرس خوض مباراه وديه في الايام اللي جايه استعدادا لمواجهه فاركو يوم 23 يونيو في الدور ال16 من بطوله كاس مصر.
أوسوريو بيستهدف تجهيز لعيبة الزمالك بالشكل الأمثل من الناحية البدنية والفنية خلال فترة التوقف قبل العودة لخوض المباريات من جديد، وفي نفس الوقت بيستهدف المدير الفني لتجهيز عدد من البدلاء والناشئين واللي تم تصعيدهم للفريق الأول في الفترة الأخيرة. وفي نفس الوقت بيسعى الزمالك لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية بالتعاقد مع صفقات قوية بالتنسيق مع أوسوريو، وعلى رأس المراكز اللي بيسعى الزمالك لتدعيمها مركز حراس المرمى، خاصة في حالة رحيل محمد عواد عن الفريق بنهاية الموسم الحالي. وضمت قائمة المرشحين لتدعيم مركز حراس المرمى في الزمالك أكثر من اسم، منهم عبد العزيز البلعوطي حارس إمبي، وأحمد ميهوب حارس غزل المحلة، ومحمد جنش حارس فيوتشر الحالي. تعالوا نروح نشوف آراء الجماهير في الصفقات اللي الزمالك محتاجها ونرجع لكم مرة تانية. شايف ايه الصفقات اللي الزمالك محتاجها في الموسم الجديد عشان يقدر يرجع ينافس تاني على البطولات؟ الزمالك محتاج فريق كامل اصلا. هو كده كده ما هو بيجيب صفقات كتير كل سنة، بس بيعمل ايه برضه؟ محتاج لعيبة ومحتاج مدافعين. نادي الزمالك نادي عريق ونادي معروف ونادي ليه جمهوره زيه زي الأهلي بالظبط، ونتعشى بأمر الله في الظروف القادمة إن تكون مستوى الزمالك في مستوى راقي عن كده شوية. الزمالك محتاج صفقات، محتاج مهاجم كويس، محتاج لعيب ارتكاز يقف في الملعب بعد غياب طارق حامد، محتاج كمان باك ليفت. احنا شفنا اداء سكر وشفنا غياب فتوح، برضه محتاج باك ليفت. الزمالك يحتاج صفقات أجنبية تدعم صفوفه عشان ينافس الأهلي ويحقق بطولات، ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. محتاج مهاجمين مع شيكابالا عشان يرجع يبقى منافس للأهلي من جديد، يعني يرجع ينافس في البطولات مع الأهلي ويلعب كويس. هو الأول كان بيلعب بمستوى لعب كويس قوي، بس دلوقتي هو محتاج صفقات عشان يقدر ينافس تاني. الزمالك فيها لعيبة كتيرة مميزة، بس هم محتاجين مدرب اللي هو يعني يكون ناشف عليهم شوية، لأن فيها لعيب كتيرة مميزة وشيكابالا في كتير عامة. ونروح للأخبار العالمية اللي هتبدأ بتتويج المهاجم النرويجي هالند نجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب بفريقه عن موسم 2022-2023 بعد المستوى الكبير اللي قدمه في أوائل مواسمه مع الفريق الإنجليزي الكبير. وأعلن نادي مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي عن تتويج هالند بجائزة لاعب الموسم بعدما تصدر تصويت الجماهير على الموقع الرسمي لفريق مانشستر سيتي بطل النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي. كده تكون انتهت أخبارنا النهاردة، ونكمل حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن ميدو. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الريمونتادا. ولا صوت يعلو فوق صوت الاهلي. الاهلي بطل افريقيا للمره ال11 في تاريخه عن استحقاق وجداره زي ما قلت لحضراتكم امبارح. بعد الفوز مشاهد كتيره هتكون مهمه ممكن لبعض المنصات الاخرى او بعض البرامج الاخرى، لانها مشاهد يعني بتجيب نسبة مشاهدة، مشاهد بتجيب فيورشيب، بعض الأحداث والصور والمواقف بالذات بعد اللقاء اللي أنا متأكد إن في برامج كتير هتكون بتتكلم عليها عن عمد علشان الترند كالعادة، زي ما في بعض الأشخاص تعمدوا إن هم يكونوا مشتركين في هذه المشاهد برضو علشان الترند. ولكن الأهم بالنسبة لنا هنا هو الموضوع الحقيقي. الموضوع الحقيقي ليه الأهلي بطل أفريقيا؟ وهنا هتكلم عن طرفين، مش هتكلم عن مشوار البطولة بالكامل لأن اتكلمت عليه باستفاضة امبارح، ولكن هتكلم عن ماتش ما بين فريقين، الفريقين كلنا اتفقنا ان هما فريقين كبار، ماتشين من ذهاب وعودة، ماتش الأولاني في القاهرة وماتش الثاني في كازابلانكا.
ماتش الاولاني بكل بساطه الاهلي كان احسن بكتير على المستوى الفني. الاهلي كان افضل بكتير. الاهلي لو تفتكروا حضراتكم في الماتش الاولاني كان ممكن عادي جدا 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 ان هو يكسب 4. بعد الجول الثاني بتاع كهربا عادي جدا كان ممكن الاهلي يجيب الثالث والرابع، والاهلي كان الافضل في كل شيء. ولو افتكرنا السيناريو كويس هتلاقوا حضراتكم ان التيرنينج بوينت او نقطه التحول لتفكير البعض في مصير بطوله افريقيا وهتروح فين هو الهدف اللي تلقاه الاهلي في الدقائق الاخيره في ملعب استاد القاهره. وكل الناس او معظم الناس قالت ان الهدف ده هيكون كفيل بان المباراه تكون مستحيله على فريق الاهلي في كازابلانكا. ولكن الماتش كان مختلف. الاهلي بدا بشكل سيء جدا. الاهلي الوداد بدا ببلان في بدايه المباراه زي ان هو يحرز هدف مبكر وقد كان، لكن ده كان البلان الوحيد عند المدير الفني لنادي الوداد وعند فريق الوداد بشكل عام. كان عندهم بلان ازاي ان انا اخد فاولات حوالين ال 18، ازاي ان انا ابدا الماتش بريتم عالي، ازاي ان انا ازعج فريق الاهلي بفاولات خطر جدا وكانهم متمرنين عليها وسيناريو متمرنين عليه طول الاسبوع بعد مباراه العوده. وفعلا الوداد احرز هدف من كوره في رايي يعني كان لازم الشناوي يتعامل معاه بشكل افضل. بدايه وقفته تحت الثلاث خشبات كان واقف قريب جدا من خط المرمى، كان لازم يبقى خطوتين لبره عشان الكره لما تتلعب الان سوينجر يبقى عنده فرصه ان هو ممكن يطلع ويتعامل معاها زي ما عمل في الكورتين اللي قبليهم. 1-0 للوداد، 1-0 للوداد على ملعبك في وسط جمهورك اللي هو المفروض يعني ملعب صعب جدا. هل الوداد بعد ما احرز الهدف لعب بشخصيه البطل؟ يستحق يبقى البطل؟ الاجابه لا. الاجابه ان الوداد لعب بشخصيه البطل لغايه ما احرز الهدف. بعد كده الاهلي هو اللي لعب بشخصيه البطل. عشان كده انا بقول لكم ان الاهلي من الماتشين فرق كبير جدا ما بينه وما بين الوداد على المستوى الفني وعلى المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي وعلى مستوى البدلاء وعلى مستوى فكر المدير الفني. حتى مفيش حد من الاخوه المغاربه يقدر يخرج بعد المباراه ويقول ان الوداد كان يستاهل المكسب. اراهن لو في لاعب سابق في الوداد او مسؤول في الوداد او مسؤول في اتحاد الكره المغربي او ايا كان مين في المغرب او حتى من الجمهور، جمهور الوداد نفسه او جمهور الفرق المنافسه في المغرب، يقول لك لا والله الوداد يستاهل. لا يمكن هتلاقي شخص واحد حتى لو كان متعصب ومش شايف الحقيقه انه هيقول لك كده. ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الاجابه سهله. مباراه النهائي كانت ما بين طرفين وما بين ناديين كبار، ولكن هناك نادي واحد فقط لعب بشخصيه البطل وهو النادي الاهلي. وفي اكتر من صوره خلال المباراه بتبين لك ان التحضير الذهني للاعيبه الاهلي والفريق الاهلي كان افضل بكتير من فريق الوداد. ده اللي يهمني في الموضوع، لان هي دي الكوره. طول ما انت شغال الشغلانه دي للاسف دلوقتي في كره القدم في مصر هتلاقي ناس كتيره جدا بتحاول ان هي تزقك ان انت تتكلم في التفاهات، لان هم بيعملوا حاجات ممكن تفاهات، لكن احنا هنتكلم في الكوره بس. هنا زي ما حضراتكم شايفين يعني في بدايه الشوط الثاني ده صح يعني في اخر نهايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني هتلاقي ان لقطات لعيبه الوداد وهم كسبانين وبيلعبوا على ملعبهم بدل ما تكون فرصه عمرهم ان هم يجيبوا التاني ويخلصوا على فريق الاهلي هتلاقيهم ان هم بيضيعوا وقت.
هتلاقيهم ان هم بيحاولوا ان هم يمثلوا ان هم عايزين ياخدوا فاولات، بيفكروا في حاجات كتيره جدا غير كره القدم في الوقت اللي كان لعيبه الاهلي بيفكروا في كره القدم فقط. عشان كده الماتش راح لسكه النادي النادي الاهلي بكل بساطه، مش عشان اي حاجه تانيه. وتاني، لو سالت اي مشجع حتى لو متعصب لفريق الوداد هيقولك الوداد ما يستحقش البطوله، الوداد ما يستحقش المكسب قدام الاهلي. بل في بدايه يعني في نص الشوط الثاني هتلاقي ان الجمهور، جمهور الوداد اللي معروف طبيعي بذكائه، انه عمل حاجه في رايي كانت واحد من العوامل الرئيسيه اللي رجعت النادي الاهلي للمباراه مره تانية. ولعوا شماريخ، وبقى الفوج او الضباب او الدخان او السموك موجود في كل حته في الملعب اهو، زي ما حضراتكم شايفين في الدقيقه 68 او 67 او مش شايفين حاجه. ف انا في رايي ان دي كانت نقطه تحول كبيره في المباراه. ليه بقى؟ وبقول لكم الاحساس بتاع لعيب الكوره دايما في ماتشات، الماتشات الكبيره وماتشات النهائيات، لما بتخش في الربع الاخير او التلت ساعه الاخيره من المباراه بالذات وانت مغلوب، بتبقى انت بتجري ورا الماتش، بتجري ورا الماتش، انت اللي بتعمل مجهود اكتر، وانت زي ما كان لعيبه الاهلي بتعمل قبل ما اللقطه دي. اللقطه دي ادت فرصه للعيبه الاهلي ان هي تجمع قواها مره تانية، وان هي تتكلم مع بعض، وان كولر يدي تعليمات او يجمع لعيبته ويتكلم معاهم. ادى فرصه للعيبه الاهلي انهم ياخدوا نفسهم. وخلي بالكو في التلت ساعه الاخيره او ال 25 دقيقه الاخيره من المباريات الكبيره بالذات وانت مغلوب، وحط تحت وانت مغلوب دي مليون خط، بيبقى نفسك انت عالي، انت التاني، انت اللي بتجري ورا الماتش، وانت اللي بتتشيس اب ذا جيم، والراجل اللي كسبان بيبقى مستريح. فهنا انا بقارن لكم ما بين الطرفي النهائي او الوداد والاهلي. الاهلي احسن بكتير، افضل بكتير في كل حاجه. والمواقف اللي انا بقولها لحضراتكم دي بتبين لكم العقليه اللي دخل بيها فريق الوداد للمباراتين وعقليه النادي الاهلي. الجمهور بيحاول يعطل المباراه وهو كسبان، بدل ما يكون التفكير الطبيعي ان دي فرصه عمري، ان الاهلي ابتدى يفتح خطوطه، فدي فرصه عمري ان انا ما ادلوش فرصه ان هو يتنفس وياخد نفسه. لا، الوداد ما تعاملش بشخصيه البطل، لا على مستوى اللاعبين ولا على مستوى الجماهير. مع كل احترامي الكبير، وطبعا الجميع يعلم مدى احترامي للجمهور المغربي وجمهور الوداد، لعيبه الاهلي خدت نفسها، اتكلموا مع بعض، كولر عنده وقت ان هو يفكر بشكل كويس ايه اللي هيعمله في التلت ساعه اللي جايه. وانا بقول لحضراتكم ان دي احد اهم النقاط او نقاط التحول في المباراه اللي ودت النتيجه او الدفه ناحيه النادي الاهلي. اما على مستوى المدربين، مع كل الاحترام وكل احترامي لفاندن بوك المدير الفني للوداد، فهو تعامل مع المباراه بسذاجه كبيره، سذاجه كبيره من كل من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه، ممكن باستثناء اول ربع ساعه تلت ساعه اللي هو البلان بتاعه ان انا هعمل دبل اب او اوفرلود على علي معلول عن طريق اوناجم، والراجل الباك رايت طاير في ظهره، لعيب راجل نمره 8 بيروح داخل مقرب منهم، بقوا ثلاثه لعيبه عليه، عملوها مرتين ثلاثه وعرفوا ياخدوا فاولين ثلاثه يعملوا خطوره. لكن هل المدير الفني النادي الوداد المغربي فاندن بوك كان عنده سيناريوهات او محفظ لعبته سيناريوهات هعمل ايه لو جبنا جون؟ لا. هعمل ايه لو جابوا التعادل؟ لا. لان حتى
هتشوف ان في نهايه المباراه في اخر تلت ساعه في اسلوب معين للكرات المباشره الطويله، بالذات لما يكون عندك راس حربه تارجت مان لما تسعى كبير زي سامبو المهاجم الكاميروني لفريق الوداد. لقيت ان الناس بتوع الوداد بيلعبوا كور طويله، مفيش حد مستني الكره الثانيه، الفرقه اتفصلت، بقت الكره الثانيه بتروح لفريق الاهلي بكل سهوله، كاونتر اتاك والهجمه المرتده سهله جدا. ولو في لعيبه مع احترامي الكبير في التلت الهجومي للنادي الاهلي في اخر تلت ساعه او اخر ربع ساعه بعد ما احرز محمد عبد المنعم الهدف، في رايي النتيجه كان ممكن تبقى عادي جدا 3-1 4-1، عادي عادي جدا. فهنا تاني علشان محدش ياخدك بره الكوره، الكوره بتقول ان الاهلي يستحق انه يكون البطل. خلال مشوار البطوله واجهوا صعوبات كبيره ومطبات صعبه قلتها لحضراتكم امبارح، ولكن فرقتين كره بيلعبوا، لا الاهلي احسن كتير، لا الاحسن، والمدرب بتاعهم مدرب الاهلي كولر مدرب محترم جدا، بيقرا المباراه بشكل كويس، تحضيره النفسي والتحضير الذهني للاعبين واضح ان هو اتكلم مع اللعيبه بشكل اثر فيهم، خلاهم ان هم يطلعوا احسن حاجه عندهم. وده كان باين جدا بعد ما الاهلي استقبل الهدف، ان الاهلي ما انهارش، الاهلي فضل لعيبته واقفه على رجليه. وانا بقول ان لكل بطوله رجل، وفي بعض الاوقات لكل بطوله رجال اكيد، ولكن انا في رايي ان رجل هذه البطوله بالنسبه للنادي الاهلي هو محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مش عشان احرز هدف، ولكن بسبب اول حاجه ان هو دفاعيا واقف على رجله كويس، وانا دايما بقول السنتر باك او المساك او المدافع لازم الاول يكون بيدافع كويس، ما يهمنيش اوكي ماشي بونص ان انت تجيب لي 5-6 جوان في السنه، ده بونص، انما المهم الاول انت بتدافع ازاي. عبد المنعم في اخر شهر ونص شهرين مستوى تاني، مركز، بيتعامل بشكل كويس جدا مع الكرات العرضيه، بيتعامل بشكل كويس جدا في بدايه الهجمه، وبيبدا هجمه بشكل كويس، وابتدى يظبط حته الفلسفه اللي كان بيعملها وهو صغير، دلوقتي نضج محمد عبد المنعم. يعني الحاجات اللي كان بيعملها قبل كده اللي كانت ممكن تدخله في مشاكل وكلنا كنا بنتكلم عليها ما بقاش يعملها، بقى بيطلع بالكره سليم. وعلى فكره مش سهل ان تلاقي ان انت سنتر باك بيلعب بيمينه وبيلعب ناحيه الشمال مساك شمال ويطلع بالكره بشكل كويس، ودي ميزه محمد عبد المنعم. واكبر دليل على كده ان كل الفرق الكبيره دلوقتي بتدور على سنتر باك اشول عشان في بدايه الهجمه يبقى يعني زاويه الاستلام بتاعته بزاويه الرؤيه بتاعته، يكون شايف الملعب كله، يكون عنده كل الخيارات. كل المدربين الكبار دلوقتي عايزين مساك اشول في فريقهم. محمد عبد المنعم بيغنيك عن كده لانه مساك ايمن بيلعب بيمينه بس بيطلع بالكره بشكل كويس جدا حتى وهو طالع بيمينه. تاني الفلسفه الزياده اللي كان بيعملها قبل كده خلاص مع النضج ومع المباريات ومع الاخطاء اللي حصلت اتعلم من اخطائه. فالنهارده لما اجي اتكلم على مين افضل مساك في مصر او افضل قلب دفاع في مصر فهو محمد عبد المنعم. البونص بقى الجول اللي جابه، جول مكرر جابه قبل كده، بس انا بقول لكم ان الطريقه اللي محمد عبد المنعم قطع بيها ولعب بيها الكوره بدماغه بالشكل ده مع حركه رقبته مش بتاعه مدافع، دي بتاعه مهاجم جامد. تاني انا بقول لكم ان الطريقه، ويعني انا يعني وانا بلعب يعني الحمد لله كنت مميز في الحاجات دي، في القطع على القريبه وتحريك الرقبه والتايمنج بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع لعب الكوره بقوه الرقبه بتحركها بكله، كنت يعني كانت لعبتي. وانا بقول لكم تاني لو اي واحد بيتفرج على حد اجنبي مثلا بيتفرج على المباراه ومش عارف اللعيبه، لا يمكن ابدا يتوقع ان اللي حط الكوره دي قلب دفاع مدافع، لازم هيقول لك ده مهاجم ومهاجم كبير. القطع
علي معلول طبعا عامل كروس ديليفري عاملها كويس كويس جدا ومميز فيها. لكن انا تاني بقول لكم ان الكره دي صعبه جدا لان عبد المنعم قطع بره القايم القريب على الاقل على الاقل بخمسة ياردة، فانت في زاويه صعبه جدا. بعد كده وانا بكلمكم في التكنيك بتاع ان هو حط الكره بدماغه ازاي، بتحتاج سنس ومهاره كبيره جدا من اللعيب انه يحطها بالشكل ده في الزاويه البعيده. فهنا انت بتتكلم عن هدف عن هدف عالمي من محمد عبد المنعم. الهدف مش التكنيك بتاعه بس، انا يعني مركز على عبد المنعم لان انا حتى لو انا راجل زملكاوي ما عنديش حته العنصريه في ان انا اتكلم عن لعيب صغير كويس بيلعب في النادي الاهلي، وطول عمري كده حتى من وانا بلعب، لان اللعيب الكويس دلوقتي احنا في مصر كلنا بنقعد فتره طويله قوي عشان نستناه. فعايز اركز على عبد المنعم وتطوره وازاي ان هو نضج في بدايه الهجمه، ازاي ان هو سنتر باك ايمن بيلعب ناحيه الشمال كويس جدا. وعايز اقول لكم موضوع ان سنتر باك ايمن بيلعب ناحيه الشمال كويس، في لعيبه في مصر اجادتها بشكل كبير جدا، مش عايز اقول اسماء يعني عشان ما انساش حد، ولكن في لعيبه ما بتعرفش تعملها ابدا، في لعيبه يوم ما بيعرفوش يلعبوا ناحيه الشمال ابدا، واكيد طبعا معظم السنتر باكات الشول ما بيعرفوش يلعبوا ناحيه اليمين او قلب دفاع ناحيه اليمين، ولا هم بيدافعوا ولا هم بيهاجموا. فتاني الاهلي استحق الفوز بالبطوله، وانا ضد الناس كلها اللي بتقول ان الحظ وكذا، مفيش حاجه اسمها الكره لازم تبقى وانت شغال ان انت يبقى معاك الحظ. وتاني هيبقى معاك الحظ امتى؟ ساعات ما بيبقاش معاك الحظ بس يعني لو الحظ مش معاك على طول يبقى انت عندك مشكله، يبقى في مشكله لازم تراجع نفسك وتراجع تقييم نفسك. طب انتهت المباراه وهتكلم على الحاجات الايجابيه، وتاني مش هتكلم على الحاجات التافهه. الحاجات الايجابيه في رايي لقطه كابتن محمود الخطيب انه اصر ان حسام غالي يبقى موجود على المنصه لتسليم الميداليات، وانا بقول ان دي لقطه فيها رساله مهمه جدا، فيها رساله مهمه جدا. وانا الحقيقي سعيد وفخور بصديقي واخي حسام غالي للمكانه اللي هو وصل لها بادبه وثقافته وباخلاقه وبتعامله الجيد مع الجميع داخل النادي الاهلي. وانا بقول ان اللقطه دي كابتن محمود الخطيب والنادي الاهلي بيقول رساله واضحه ان حسام غالي هو اللي جاي، حسام غالي هو المستقبل. وبمعنى كلمه حسام غالي هو اللي جاي وهو المستقبل، مش شرط ان هو يبقى رئيس الاهلي القادم، لكن في يوم من الايام ان شاء الله هيبقى رئيس النادي الاهلي. حسام غالي نموذج مشرف للاعبي كره القدم، مش عشان عمل تاريخ بس وهو بيلعب، ولا عشان ان هو راجل نائب برلمان، ولا عشان ان هو راجل عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، ولكن عشان هو حقيقي راجل محترم متربي كويس. وكل المشاكل اللي واجهها في حياته على فكره معظمها لانه طول عمره ما بيقبلش انه يشوف حاجه غلط ويسكت عليها. زمان وهو صغير ممكن يكون كان رد فعله شرس في بعض الاحيان، لكن ده طبيعي بسبب طبيعه شخصيته وسنه والخبرات اللي ما كانش لسه حصل عليها، ولكن دلوقتي لما بيشوف حاجه مش عاجباه رد فعله بيكون عن طريق الكلام والقرارات والتعليمات، وده النضج اللي وصل ليه حسام غالي. فتاني للاسف، وبقول لحضراتكم للاسف، الان في عالم كره القدم الناس النظيفه قليله جدا،
الناس اللي ما بتقبلش الغلط لا على نفسها ولا على بيتها ولا على ناديها ولا على بلدها مش كتير. وبقول كده يعني بكل أسف، ولكن هي دي الحقيقة، هي دي الحقيقة. حسام غالي واحد من القليلين اللي عندهم شخصية وما بيقبلوش على نفسهم ولا على بيتهم ولا على كرامتهم ولا على أهلهم وتربيتهم إن هو يكون موجود أو involved أو مشترك في أي موقف غلط. لذلك أنا رجل زملكاوي، ولكن أفخر وبفتخر بصديقي حسام غالي اللي يستحق المكانة اللي هو فيها، وسعيد جدا بالموقف بتاع الكابتن محمود الخطيب، لأن الموقف ده مش موضوع تسليم ميدالية ولا منصة، موقف أكبر بكتير. كابتن محمود الخطيب في رأيي ممثلا جبهة قوية داخل النادي الأهلي بتوصل رسالة بتقول إن حسام غالي هو المستقبل، حسام غالي هو القادم. مبروك للنادي الأهلي، الأهلي بطل أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، وتاني بقول عن جدارة واستحقاق. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا، ونروح لنادي الزمالك. معظم جمهور الزمالك امبارح نايم زعلان على فريقه. ازاي نايم زعلان على فريقه؟ ايه اللي حصل اللي يخليه زعلان على فريقه؟ هل الزمالك اتغلب؟ لا، الزمالك امبارح ما اتغلبش، ولكن منافسه التقليدي كسب بطوله مهمه جدا، ووسع الفارق على مستوى الألقاب القارية لست ألقاب. وحتى الزملكاوية اللي فرحانين للنادي الأهلي، وفي منهم ناس كتير برضو في حتة جواه زعلان على فرقة الزمالك السنة دي، وزعلان على الوضع الحالي لنادي الزمالك. والوضع الحالي لنادي الزمالك خاصة في قطاع كرة القدم محتاج مني تقريبا 10 حلقات عشان احكي لكم عنه. ولكن اهم النقاط الرئيسيه اللي اقدر ان انا اوضحها لجمهور الزمالك العظيم علشان افهمه ايه اللي بيحصل دلوقتي جوه نادي الزمالك، خاصه فيما يخص كره القدم. نادي الزمالك والمسؤولين في نادي الزمالك عارفين ان هذا الموسم يعتبر موسم كارثي بالنسبه للفريق. الفريق خسر كل البطولات اللي مشارك فيها، وتبقى بطوله الكاس اللي الزمالك هيواجه فيها فاركو يوم 23 في دور ال 16. ولكن هل حتى الفوز بالكاس يعتبر كافي لجمهور الزمالك؟ أكيد لا. في حالة غضب كبيرة في الشارع الزملكاوي وفي المدرج الزملكاوي بسبب حال الفريق هذا الموسم. الفريق وصل للحال أو النتائج الكارثية هذا الموسم ليه؟ لأسباب كتيرة أوعدكم أن أنا في الوقت المناسب هقولها لكم، مش هخبي عليكم. ولكن الناس اللي موجودة جوه نادي الزمالك دلوقتي ما قدامهاش إلا العمل على الإصلاح. الإصلاح وبتكلم هنا عن من الناحية الفنية، وإزاي تربط من الناحية الفنية بالعوامل الاقتصادية. الإصلاح جه أول حاجة بأن الزمالك شاء أم أبى البعض تعاقد مع مدير فني كبير، ومدير فني صاحب هوية وأسلوب لعب مميز،
قد يكون مندفع في بعض الأحيان، قد يكون متسرع في تنفيذ أسلوب لعبه، ولكن الزمالك تعاقد مع أوسوريو المدير الفني الذكي جدا، والراجل اللي من أول يوم جه فيه بيشتغل بإخلاص كبير جدا، بيشتغل بفكرة عالي جدا، وبيطور اللعيبة بتاعته من غير ما يتكلم ومن غير ما يفتح بقه. النهاردة لو بصيتوا هدركوا على في 4 أو 5 لعيبة في سكواد نادي الزمالك اتطوروا تحت إيد أوسوريو. تتكلم على مش عايز أذكر أسماء، ولكن في 5-6 لعيبة كان ممكن يكون القيمة التسويقية بتاعتهم قبل ما أوسوريو يجي حاجة، وبعد ما أوسوريو جه بقت حاجة تانية خالص. وده بالنسبة لي علامة إن الزمالك عمل أول خطوة صح، أو بنى حجر الأساس صح، لأن حضراتكم عارفين إن ترس المدرب أو حلقة المدير الفني للفريق الأول هي حلقة مهمة جدا. من غيرها مهما جبت لعيبة كويسة ومهما اتخذت قرارات مناسبة، من غير مدير فني كبير ومدير فني عنده خبرة ومدير فني صاحب هوية تناسب النادي وتناسب تاريخ النادي، فهتبقى في مشكلة كبيرة. ده نمرة 1. طيب نمرة 2، حضراتكم شفتوا ان باسلوب اللعب وطريقه اللعب بتاعه أوسوريو، ان كل لعيب كويس بس عنده كواليتي بيخش الفرقه بيبقى شكلها احسن. واكبر دليل على كده فتوح لما دخل في التشكيل الاساسي وبدا يجهز، منظر فرقه الزمالك بقى مختلف. فما بالك لو الزمالك جاب 5-6 لعيبه كويسين مع أوسوريو ومع استمرار أوسوريو، مهما كانت النتائج، لأن الإدارة البليدة بس هي اللي بتقيم مدرب عن نتيجة مباراة أو مباراتين. انت بتقيم مدرب وجهاز فني على أساس أسلوب عمله وعلى أساس تصوره للموسم الجديد وعلى أساس تطويره للاعبين على أساس تنفيذه للمشروع اللي انت بترسمه معاه، وكل ده موجود في أوسوريو. رغما عن أنف بعض من يعني يدعوا ان هم بينتموا لنادي الزمالك اللي بيحاربوا بقوة لرحيل الرجل، ودي حقيقة. ف دلوقتي الزمالك في مرحلة بناء للموسم الجديد. كان في جلسة مع أوسوريو النهاردة، والراجل يعني حدد بشكل كبير 80% من اللعيبة اللي هو مش هيكون محتاجها في الموسم الجديد، وإيه هي المراكز بالضبط اللي محتاجها للموسم الجديد، وإيه هي أولوياته، وبناء عليه الناس بتتحرك علشان تعمل أو تكمل البازلز قطعة قطعة للراجل علشان يقدر ان هو يكون عنده اللعيبة اللي تقدر تنفذ اسلوبه وتقدر تنفذ فكره. دي المرحلة اللي بيمر بيها نادي الزمالك من ناحية الفريق الاول. هناك دعم كبير من مجلس ادارة النادي والمسؤولين عن ملف كرة القدم في النادي لأوسوريو وجهازه وللاعبين. اللي انا بقول ان رغم تخاذلهم في بعض المباريات هذا الموسم بغض النظر عن مين المدير الفني، ولكن في الفترة الأخيرة مع وجود مدير فني محترم وبيشتغل معهم كورة بجد، اللعيبة بتأدي بشكل كويس جدا. والأداء هنا ما بتكلمش على أداء داخل الملعب بس، لكن بتكلم برا الملعب كمان، والتزام بتعليمات الرجل، التزام بتعليمات الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة، والأمور ماشية في اتجاه جيد. زي ما حضراتكم عارفين احنا في نهاية الموسم، ودايما نهاية الموسم بتبقى فترة القرارات. هتجيب مين؟ هتمشي مين؟ هتحضر نفسك للموسم الجديد ازاي؟ ايه البادجت اللي معاك؟ ازاي تقدر توفر فلوس؟
حاجات كتيرة جدا كلنا بنفكر فيها وبنشتغل عليها على أرض الواقع. الحقيقة إن أوسوريو طلب الدعم في ثلاث أو أربع مراكز بمواصفات معينة. الناس كلها دلوقتي شغالة جوه نادي الزمالك إزاي إن هي تحقق الكلام ده للمدير الفني، وأنا في رأيي هي دي الطريقة الوحيدة أو الطريق الوحيد للنجاح في ملف كرة القدم فيما يخص الفريق الأول. طيب، هل كرة القدم في أي نادي أو في نادي الزمالك هي الفريق الأول فقط؟ تبقى راجل سطحي ومش عارف صناعة كرة القدم بتدور إزاي دلوقتي. الكرة ملاعب جيدة، مدربين جيدين، لو توفر عندك العنصرين دول، ملعب كويس تعرف تطلع منه نشأ متأسس بشكل كويس، ومدرب متعلم بشكل كويس ومثقف، تقدر ان انت تطلع لعيبة صغيرة كويسة، لان قطاع كرة القدم وكرة القدم مش الفريق الاول فقط. فعندنا مشروع جوه النادي ان النادي بعد 3 سنين ما يبقاش عنده اي احتياج انه يجيب لعيبة كتيرة من بره النادي، بخلاف طبعا المحترفين. امبارح كان هناك يعني شركتين، الاتنين عملوا عرض بمواصفات لمجلس إدارة النادي لتغيير ملاعب الناشئين وبناء مدرجات ل 600 مشجع حوالين الملاعب. هيتم اعتماد الكلام ده من مجلس الإدارة إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، وهيبدأوا على طول في الشغل بتاعهم. أنا بطمن جمهور الزمالك إن في خطوات بتتعمل للتطوير وللإصلاح، وإن في اعتراف من المسؤولين إن في تقصير وإن لازم الأمور تتحسن، لأن قبل ما كلنا نكون مشجعين للزمالك كلنا عارفين إن الملف ده يخص سمعتنا. محتاجين إن إحنا لو حطينا إيدينا في مكان إن إحنا لازم إن إحنا ننجز فيه، وإن إحنا نحاول إن إحنا ننجح فيه. الملاعب مهمة جدا. النهارده حضراتكم شفتوا احمد مرتضى وداعبس، الاثنين موجودين في فرع 6 اكتوبر. الفرع ابتدى يخش فيه المعدات، واول خطوه هتتعمل فيه ان هيتعمل 6 ملاعب لكره القدم. مفيش، ما تقدرش تتطور في الكره من غير ما يكون عندك بنيه تحتيه صح. ملاعب، جيم، اوضه محاضرات، اوض لبس محترمه تليق باولاد نادي الزمالك، كلها حاجات النادي شغال عليها. طيب، بعد موضوع الملاعب اللي هو حاجة مهمة جدا، موضوع الإديكيشن أو التعليم بتاع المدربين. نادي الزمالك هيوصل له وهيصل للقاهرة يوم 20 مدير فني لقطاع الناشئين سويسري، صاحب خبرات كبيرة جدا، يعني راجل دي شغلته، اليوث الناشئين، ازاي ان هو يعلم المدربين، ازاي هو يحط تريننج بروجرامز للمدربين، وراجل يعني السي في بتاعه مميز جدا وعنده خبرات كبيره جدا، والميزه ان هو اشتغل بره بلده اكتر من مره وفي اكتر من مكان، فمتعود ازاي ان هو يشتغل في دوله غريبه عليه، وده مهم لما تيجي تجيب مدير فني بالذات لقطاع الناشئين. مدير الفني هيوصل يوم 20، هيشوف النادي والفاسيلتيز وكل الامكانيات اللي موجوده في النادي، وتاني يوم هيكون عنده جلسه مع مجلس اداره النادي ومع المستشار مرتضى منصور لاتخاذ قرار باذن الله بتعيينه وتوقيع عقود معاه، بعد طبعا ما يحط تصوره لمجلس الاداره. ودي نقطة مهمة جدا، ملاعب، الإديكيشن والتعليم بتاع المدربين، ووجود نظام وتريننج بروجرام للقطاع ده مهم جدا مع خطة الفريق الأول اللي أنا
عرضتها على حضراتكم. كرة القدم تاني دلوقتي، وانا ده الكلام بأكده على طول، مش فهلوة، علم وصناعة لازم ان انت تخطط لها بشكل كويس جدا علشان تطلع بنتائج. والغبي اللي يكرر اخطائه تاني، الغبي اللي يكرر اخطائه. والناس جوه نادي الزمالك كلها دلوقتي عارفة ان لا مجال للاخطاء ولا مجال للغباء، لا مجال للاخطاء ولا مجال للغباء. بيعرض على اللجنة الفنية لنادي الزمالك عشرات اللاعبين، ولكن اللجنة الفنية مش هتقع في الأخطاء بتاعة السنوات الماضية ان تاخد مخاطرة على اي لعيب يتعرض عليك. لا، في دراسة بتتعمل للعيبة المعروضة على حسب احتياجات المدير الفني. وتاني انا بأكد مفيش اسلوب ولا طريق للنجاح في كرة القدم الا الطريق اللي انا بقوله لحضراتكم دلوقتي. بقول لكم الكلام ده لان تاني باكد لكم ان انا عارف ان يعني وانتم عارفين ان في كتير من جمهور الزمالك قلقان على الفريق وقلقان على النادي. في حاجات بقى قصص تخص الالعاب الجماعيه التانية، وابتدي مش قصتي لان ده مش الجيم بتاعي ولا عندي معلومات عنه كفايه، لكن اكيد الناس المنوطه والمسؤوله عن العاب الصالات والالعاب الجماعيه اللي اصبحت مهمه جدا للجمهور دلوقتي اكيد شغالين وبيحضروا نفسهم للموسم الجديد، لان كلهم عارفين برضو ان الجمهور مش هيرحم حد. اي حد بيقبل انه يبقى مسؤول او يشتغل جوه نادي الزمالك بيقبل على نفسه هذا الضغط، ان الجمهور لا يقبل الا بالنجاح زي ما احنا شايفين في موقف جمهور الزمالك دلوقتي. نروح للأندية الجماهيرية والأندية الشعبية، والنهاردة كان في اجتماع ما بين كل رؤساء الأندية الجماهيرية والشعبية. طبعا المهندس كامل أبو علي رئيس النادي المصري، الحاج محمد مصالح رئيس نادي الاتحاد، لواء أبو بكر الحديدي رئيس النادي الإسماعيلي، الأستاذ أسامة خليل رئيس نادي المحلة، والمستشار شافعي صالح رئيس نادي أسوان. النهاردة اجتمعوا عشان عايزين يشوفوا حل الأندية الجماهيرية والأندية الشعبية، وأنا شايف إن هو ده اجتماع مهم، واجتماع كان لازم يحصل من بدري، بس it's never too late زي ما بيقولوا. لازم الأندية الجماهيرية والأندية الشعبية يكون في بلان ليها من الدولة. من الدولة ازاي؟ مال الدولة؟ من الدولة، زي ما كل الحكومات في كل دول العالم بيبقى عندها بلان لملف كرة القدم. فالنهاردة الأندية الجماهيرية تستحق ان يكون فيه اهتمام كبير جدا من المسؤولين في الدولة، مش ان انا اجيب لهم رجل اعمال يصرف، ده انا كده بغرقهم اكتر. وتاني بأكد على النقطة دي، لما بتجيب رجل اعمال يصرف من غير خطة للأندية الشعبية والأندية الجماهيرية انت بتورط النادي اكتر. ليه؟ لان انت بكل بساطة بتزيد من مديونياته. ده حل عامل زي البنج مسكنات. انما الصح ان انت تحط مشروع فعلي للانديه الجماهيريه والانديه الشعبيه لو كنت فعلا عايز تقف جنبه. فالنهارده الاجتماع بتاع الساده رؤساء الانديه الجماهيريه اجتماع مهم، وبناء عليه طلع بيان ده بيقول او يعني اخبار ان هيكون في اجتماع الاسبوع القادم مع سياده النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه. وده برضو كلام عظيم وكلام كويس، وانا عارف ان نيه سياده النائب احمد دياب رئيس رابطه الانديه هي مساعده الانديه الجماهيريه، وعارف ان هو رجل بيبذل مجهود كبير علشان يساعد بالذات الانديه الجماهيريه، لان ده دوره كرئيس لرابطه الانديه. ولكن يا جماعة أنا بقول لكم الروشتة عشان تروحوا بيها للأستاذ أحمد دياب. أنا بغشش رؤساء الأندية بقول لهم، ومنهم طبعا ناس رجال أعمال يديروا مؤسسات كبيرة وعارفين
ازاي ان انت تفوق مكان انت وانت بتفوق نادي ده كانك بتفوق مصنع كانك بتفوق مؤسسه كانك بتفوق مكان عشان تجذب المستثمرين للانديه الشعبيه والانديه الجماهيريه. انت عندك نقطتين روحوا اتكلموا فيهم عشان خاطري مع سياده النائب احمد دياب. النقطه الاولى ان انت ازاي تخلص الانديه دي من ديونها، تساوي الديون بتاعتها. انت عليك 70 مليون، انت عليك 60 مليون، انت عليك 50 مليون، ازاي ان الديون دي تتصفر؟ ما يبقاش في ديون. ما فيش حد هيخش يشتري مكان بديونه. صح؟ طيب، الحاجة التانية ان انت لازم تخصخص الأندية دي زي ما حصل في السعودية. هتخصخصها ازاي؟ هل تقدر تخصخصها على طول؟ ما ينفعش. لازم تدي لنفسك على الاقل سنة تعيد بناء الاستراكشر بتاع الاندية دي، الهيكلة بتاعتها صح، بعد ما تصفي ديونها. بعد كده بداية من الموسم اللي بعديه تبتدي ان انت تخصخص الاندية الجماهيرية، تجيب بقى شركات كبيرة تخش تشتريها، معلنين، ايا كانت، مستثمرين، تطرحها في البورصة. هتعمل ايه؟ طبعا الطرح في البورصة دي بتبقى خطوات بعد كده، بعد ما تكون بقالك 3-4 سنين شغال والميزانية بتاعتك ميزانية ناجحة بالبوزيتيف، حاجات كلها الناس كلها كل الناس اللي بتشتغل في الـ في الـ في, الـ في الاستثمار وفي الـ في الشغل بشكل عام عارفين ان هي دي الخطوات الصحيحة. انما النهاردة هتروح تتكلم في تضييع وقت وتخرج بنقاط ملهاش لازمة. أتمنى يعني ومتأكد إن رجال بحجم حضراتكم خلاص يعني مش محتاجين إن هم يضيعوا وقت ولا عندهم وقت يضيعوه. نتكلم على أسماء كبيرة جدا وأسماء كلها محترمة. فتاني يا جماعة أنا بديكم الروشتة لو تسمحوا من أخ أصغر أو ابن إنه يقولها لكم. أول حاجة تسوية ديون الأندية الجماهيرية والأندية الشعبية، اكتبوا في ورقة. تاني حاجة خصخصة الأندية بعد سنة بعد ما تبني استراكتشر قوي قوي ليها. ازاي تبني استراكتشر؟ ان يكون عندك هيكلة إدارية محترمة، هيكلة فنية، ايه اللي انت بتدفعه، العوائد بتاعتك او الـ او الـ او الـ او الريفينيوز بتاعتك جاية منين، ازاي ان انت تطلب حقك وان انت تطالب بإعادة توزيع حقوق البث عشان تكون ضامن على الأقل ريفينيوز لو انت في الدوري الممتاز تكون مدخلة لك فلوس. الرعاية وهي الرعاية قد ايه وايه اللي هيخش لك وتقسيم الرعاية مبني على ايه، ده الكلام اللي لازم تكتبوه وتاخدوه وتروحوا بيه لسيادة النائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية، ويكون هو نفسه منفتح وعنده استعداد انه يخوض هذا الملف بقوة. هو ده النجاح الكبير، هو ده النجاح الكبير. لو رؤساء الأندية دي بالتعاون مع رئيس رابطة الأندية نجحوا في ان هم يسووا ديون الأندية دي وان هم يخصخصوا الأندية دي بعد إعادة بنائها بشكل سليم، وقدروا ان هم يدخلوا للانديه دي فلوس مش عن طريق رجال الاعمال اللي بتسلف، عن طريق ان يكون في عوائد حقيقيه للانديه دي عن طريق حقوق البث وعن طريق الرعاه وعن طريق حاجات تانية كتير طبعا رجال التسويق يفهموا فيها اكتر مننا. يبقى لو ما رحتوش في الاتجاه ده ورئيس الرابطه عنده انفتاح واستعداد ان هو يساعد في الاتجاه ده، فمن الأفضل أن تلغوا هذا الاجتماع. بعد الفصل هيكون معايا نجوم نادي زد اللي قدر أنه يصعد للدوري الممتاز بعد تصدره لمجموعة القاهرة.
نادي زد نادي من الأندية طبعا يعني حديثة العهد، ولكن بدأت كبيرة، وبدأت كبيرة لأنها تمت بالبنية التحتية وتمت بقطاعات الناشئين وتطوير وتثقيف مدربيها عن طريق الشراكات مع نادي فيكتوريا ونادي أستون فيلا، ولكن دائما كان ملف الفريق الأول مهم لمجلس إدارة نادي زد. زد بيتصدر مجموعته قبل جولة من نهاية الدوري الممتاز الممتاز به، اللي هيكون السنة الجاية شكله مختلف، مش هيكون مجاميع، هيكون مجموعة واحدة. زد بيتصدر مجموعة القاهرة، وبعد الفاصل هيكون معايا نجوم هذا الموسم محمد مزيكا ومحمد طلعت نجوم نادي زد. نجحت بامتياز، خدها فريق زد الدوري القسم الثاني بعد صعوده للدوري الممتاز لأول مرة بمسمى جديد. تجربة زد بدأت بعد قرار جريء بضخ استثمار جديد في الكرة المصرية بعد شراء نادي FC مصر اللي ودع الدوري عام 2020 بعد موسم كورونا الشهير. ونجح مجلس إدارة نادي زد برئاسة رجل الأعمال أنسي ساويرس في بناء منظومة كروية مختلفة بتعمل على أهداف قصيرة وطويلة المدى في النادي اللي بيلعب فريقه الأول بدوري القسم الثاني. قطع خطوات واسعة في قطاع البراعم والناشئين مع تجارب للتوأمة مع أندية عالمية لفتح أبواب الاحتراف أمام بعض المواهب الواعدة. وبالتوازي نجح الفريق الأول وبعد مشوار شاق في الصعود للدوري الممتاز لأول مرة، وبعد مشوار شاق في الصعود للدوري الممتاز بمسمات جديد وتحت قيادة المدير الفني القدير مجدي عبد العاطي اللي استطاع انه يصعد بثالث فريق للدوري بعد تجربته الناجحة مع أسوان وفاركور. وبيملك فريق زد بين صفوفه العديد من المواهب المميزة وعناصر الخبرة، على رأسها المهاجم القناص محمد طلعت اللي لعب للعديد من الأندية الكبرى على رأسها الأهلي والمقاولين العرب بجانب تجاربه الخارجية. ولعب الحارس محمد مزيكا أيضا دور كبير في تأهل زد عن المجموعة الثانية اللي كانت مشتعلة في ظل وجود العديد من الأندية المميزة على رأسها وادي دجلة والسكة الحديد. طموحات كبيرة بيملكها مسؤول زد في الدوري الممتاز بعد مشوار شاق للتأهل عبر دوري القسم الثاني، فهل تكتمل معادلة زد بنجاحات جديدة في الدوري؟ أهلا بحضراتكم مرة تانية في الريمونتادا. والحقيقة صعود زد السنة دي يعني صاحبوا الكثير من الضجة، وكأن الناس كتير بتحاول ان هي تطرد اي مستثمر من ان هو يستثمر في كرة القدم، وده اتكرر مع اكتر من نادي للأسف. ولكن بعد صعود زد محدش اتكلم عن السبب الحقيقي للنجاح، محدش اتكلم عن ان في ناس تعبت، محدش اتكلم في ان في لعيبه رجاله، محدش اتكلم ان في مدير فني محترم مش اول مره يصعب بفرقه للممتاز، محدش اتكلم ان في ناس بتدير بشكل كويس وعندها تخطيط، ومحدش اتكلم عن المشروع الحقيقي لزد والفكره الحقيقيه من تكوين نادي زد وانشاء نادي زد، وهي مش فكرة التواجد بفريق في الدوري الممتاز، لأن أي حد ممكن إن هو يعمل النادي أو يشتري لايسنس أو يشتري رخصة ويتواجد في الدوري الممتاز، والناس دي معاها الفلوس ما شاء الله إن هي تقدر إن هي تشتري نادي موجود في الدوري الممتاز. ولكن الفكرة والمشروع بتاعت نادي زد كان هدفها الرئيسي إزاي إن أنت تطور صناعة كرة القدم في مصر وتساهم في تطوير صناعة كرة القدم في مصر. النادي بدأ بقطاعات ناشئين واختبارات في جميع المحافظات أو معظم المحافظات،
تكوين قطاع ناشئين محترم الجميع بيشهد لي بالنجاح، رغم ان النادي لسه حديث العهد ما بقالوش سنتين ثلاثة، ونافس في الاهم من قصة قبل ما اروح للدرجة الاولى، ان النادي كان عنده اتجاه وفلسفة في ان هو ازاي ان هو يطور اللعيبة الصغيرة، وازاي ان هو يطور المدربين بتوعه ويعلمهم ويثقفهم بشكل كويس. راح اتعاقد مع رجل هولندي مدرب كبير وراجل صاحب تاريخ كبير، مارتن ستيكلنبرغ، اللي جه مصر وابتدى يدي محاضرات للمدربين بتوع زد، وابتدى ان هو يحط تريننج بروجرامز محترمه، وابتدى ان هو يعمل سيستم محترم، لان ده الهدف الاساسي للنادي. مشروع كبير، ما ينفعش ان احنا نقتصره في المجاملات وان الناس اللي موجوده والناس اللي موجوده داخل المشروع للاسف نظره سطحيه. ولو فضلنا ان احنا نبص للامور بنظره سطحيه بالشكل ده، وان احنا نهاجم اي مستثمر ان هو يستثمر في كره القدم، هتطردوا كل رجال الاعمال من عالم كره القدم في مصر. وممكن يكون البعض عايز كده، لكن اكيد لو اصبحنا حقل غير صحي ومكان غير صحي للاستثمار، يبقى احنا فشلنا في الصناعة بشكل عام. نرجع نتكلم على الفريق الاول، وبيسعدني ان انا يكون ضيوفي اتنين من نجوم هذا الموسم في زد، وابطال حقيقيين مع زمايلهم في رحلة الصعود للدوري الممتاز. بشرفني ان انا اكون ضيوفي الكابتن محمد طلعت، نجم النادي الاهلي السابق ونجم نادي زد الحالي. محمد مساء الخير. مساء الفل يا كابتن، منورني. ربنا يخليك، ده من حضرتك. ومحمد مزيكا حارس المرمى اللي كان ليه دور كبير جدا في وتالق في مباريات كتير الحقيقه، وساهم بشكل كبير في صعود الفريق. محمد مساء الفل. مساء الفل لك، منورني. منورك. اول مره تصعد مع اي فريق، رغم ان انت ليك تجارب تانية في الممتاز به في بترول اسيوط وفي سوهاج، اول مره تصعد؟ دي اول سنه اصعد فيها. وكان حلمي بالنسبه لي بصراحه، يعني انا يمكن الموسم اللي فات مع كابتن اسماعيل يوسف حاولنا بننافس من اول ماتش لحد بدايه الدور الثاني، وحصل لنا دروب، فكانت حاجه بالنسبه لي صعبه. طب حصل الدروب ده ليه؟ يعني انا الفرقه كانت ماشيه بشكل كويس جدا، كابتن اسماعيل كان عامل شغل هايل، فرقه بتكسب اي حد، بس تحس مش عارف، قول لي انا صح ولا غلط، بس كل الناس اللي كانوا بيتابعوا، وانا عايز افهم لان انت لعبت في ممتاز بيه ممكن فتره فاتت، ممكن تعرف اكتر مني، كل الناس اللي كانت بتتابع الفريق بتقول لك لا زد هيقع الدور الثاني ليه؟ احنا بصراحه في الدور الثاني كنا محتاجين تدعيمات، فده ما حصلش. يعني محمد مزيكا يلوم مجلس إدارة زد على هوديك في ده. لا التدعيمات اللي كانت في شهر واحد ما كانتش قوية، يعني مش زي السنة دي. ما كانتش قوية زي السنة دي، احنا السنة دي بادئين يعني ما شاء الله عندنا لعيبة كويسة جدا، الجهاز الفني والكابتن مجدي قدروا يجيبوا لعيبة كويسة جدا من بداية الموسم، كلها لعيبة أسماء ولعيبة كلها عندها طموح ولعيبة صغيرة في السن، فده ساعدنا كتير السنه دي في الصعود. ايه اللي اختلف محمد السنه دي؟ طلعت انا بس يا عم الراجل زي الفل. انت على فكره طلعت توتره خالص، انا ما فيش توتر خالص، انا عمال اطلع عليه اقول له ايه ده مش طيب. طلعت احكي لي الرحله السنه دي والصعوبات اللي واجهتكم وطبيعه المنافسه في على قمه المجموعه هذا الموسم. اولا هي طبعا منافسه، انا بالنسبه لي منافسه جديده، اول مره العب في الممتاز به، طبعا بسمع طول عمري عن الممتاز به وصعوبه المنافسه فيه. هي صعوبه المنافسه في ان حضرتك بتتكلم في 15 نادي بينافس على مقعد واحد، كلهم على فكره عندهم خبرات كبيره في طبعا طبعا في انديه اسماء كبيره كانت في الدوري الممتاز من قبل حتى ما العب كوره، وفي وقت يعني انا يمكن فاكر نادي الترسانه، طبعا نادي كبير نادي عريق، انا اخر مره شفت نادي الترسانه في الدوري الممتاز كان 2009 لعبت قدامهم. فاكر السكر الحديد ده قبل نادي في مصر، تعرف اول نادي تم انشاؤه في مصر يعني اعتقد، قولي لو انا غلط. اول نادي والسكه برضه السكه يمكن كانت في الدوري الممتاز لما كان بيلعب كابتن محمد بركات لما راح الاهلي وبعدين السكه نزلت. انا مش قصدي طبعا بركات نزل السكه وكده، لا ده هو ده بركات يعني عمل حادثه
تعرف القصه دي ولا لا؟ لا ما الف سلام عليك. بركات ده قصته لا مش عامل حادثة دلوقتي. الحمد لله. هقول لك قصه بركات. بس هو بركات كان يعني كل مصر كانت بتجري وراه، الزمالك واهلي وكل الناس. بقى كده عمل حادثه وركب شرايح في رجله ومحدش بص له، فرجع لعب في السكه والاسماعيلي خدوا مخاطره عليه واشتروه. وبعد كده درست زي ما بيقول ما شاء الله حاجه كده رهيبه. انا طبعا تشرف كبير ليا طبعا، انا لعبت مع كابتن بركات وان انا كنت متواجد معاه في 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 النادي الاهلي. طبعا ده حاجه انا بفتخر بيها، وديت في مسيرة لما اجي ابطل كده الحمد لله ان انا لعبت كوره. ان انا لعبت مع بركات لانه كان لعيب كبير جدا جدا يعني. جدا صحيح. وخلوق ودمه خفيف جدا في الملعب. يعني حتى في لعيبه في الملعب كانت تحسسك دايما بالذنب وضغطك. لا خالص، بزياده الجيل بتاعكم يا كابتن ميدو ده ما يتعوضش. انتوا كنتوا في الكوره، انا بعتبر الكوره في مصر قبل الثوره حاجه وبعد الثوره حاجه. ده اعتقادي ده بصراحه. الجيل بتاعكم كان ممتع في كل حاجه، اخلاقيا وكرويا في حاجات كتير جدا. ف يعني عشان لو اتكلمنا في الحته دي هنقعد وقت طويل. لكن انا برجع لزيد يعني، واهم المطبات الصعبه اللي قابلتكم السنه دي. احنا هي الدوري بالنسبه لنا كان كله صعب من بدايته. احنا كان عندنا هدف طبعا، وجودنا في الفرقه في وجودي في الممتاز به في نادي كبير، نادي زي زيد طبعا هي كانت مخاطره. حتى من بعض اللعيبه اللي نزلت من الدوري الممتاز ان هي تلعب في الممتاز به. فزي ما قلت لحضرتك ان هي المنافسه في في في, في الصعوبه في المنافسه في انك انت 11 15 فرقه بتنافس على مقعد واحد. فدي الصعوبه في المنافسه، وكلهم انديه كويسه، وكل السنه دي كله عنده مستويات متقاربه يعني. جدا. وكله بيصرف. مفيش حد، مفيش يقول لك نادي ما بيصرفش، لا كله بيصرف وكله بيعمل، وكله بيعمل معسكرات وكله بيهتم. دلوقتي الممتاز به لا يقل اهميه عن الممتاز بس فروقات بسيطه. فهي ديت من وجودك من اول ما جينا النادي واول تمرين ليا والنادي عنده طموح نلعب ان احنا نصعد دوري ممتاز. احنا جايين النادي عشان ننافس على صعودنا ده ممتاز. طبعا ديت حاجه مش الكلام سهل، لكن دايما الفعل بيبقى صعب. انت بادئ الموسم من فتره الاعداد، من اول يوم بدانا فيه فتره اعداد وانت متحمل مسؤوليه وعمال بتفكر ان ازاي النادي يصعد دوري ممتاز. طبعا جايب لعيبه كبيره، اسماء كبيره، واللعيبه المتواجده لعيبه محترمه جدا ولعيبه كويسه جدا، لازم تلعب يعني هيبقوا لهم اسماء كبيره في الدوري الممتاز. فده من ده في حد ذاته لوحده اصلا ضغط. انتوا حطيتوا نفسكم تحت الضغط ده؟ حطينا نفسنا تحت الضغط، والحمد لله كنا قادرين تماما ان احنا نوصل للحته ديت. لان طبعا في لعيبه لما تلعب منتخب وتلعب انديه كبيره، تلعب زي النادي الاهلي وتلعب في الحته دي كلها، اكيد مش الحاجات ديت مش هتهزك في الملعب. لا بالعكس، انت ليه انت بتبقى سعرك كده، ولا انت بجيب لعيب كبير ليه وبحط الاسعار دي كلها عشان يتحمل الضغط يتحمل المنافسه. محمد يعني هل التعاقد وانت كنت موجود السنه اللي فاتت وموجود السنه دي، هل التعاقد مع كابتن مجدي عبد العاطي كان بالنسبه لكم هي دي اول رساله ان النادي بيلعب على الصعود السنه دي؟ طبعا كابتن مجدي عبد العاطي اسم كبير، واحنا طبعا عارفين ان هو كان في اسوان وصعد الفرقه وكان في فاركو وصعد الفرقه. فخلاص احنا عرفنا، اول ما عرفنا كابتن مجدي موجود في النادي خلاص هو مفيش حاجه نلعب عليها غير الصعود. بس فدي كانت البدايه. وايه رسالته ليكوا، اول رساله ليكوا يعني اول لما دخل والكلام، وانت اتكلمت ان كابتن مجدي، وانا دايما بشيد بمجدي عبد العاطي وكابتن مجدي ان هو مدرب كبير وشخصيه محترمه وعنده ميزه مهمه جدا ان هو بيعرف يتعامل مع اللعيبه. ايه الرساله او اول رساله كانت من كابتن مجدي عبد العاطي في اول محاضره معاكم؟ هو في بدايه تواجده معانا في النادي، فهو اول ما اتكلم معانا رجاله احنا جايين هنا مش جايين نهزر، احنا جايين ما فيش غير تارجت واحد بنشتغل عليه الصعود، فعايزين كله يركز وكل واحد يطلع اللي عنده وربنا يكرمنا ونقدر نعمل حاجه كويسه السنه دي. محمد، هل الكلام اللي انا كنت بحكي عنه قبل ما يعني اللي كنت بحكي في بدايه كلامي، والكلام الناس بتقول ان زد تمت مجاملته وان زد بقى دلوقتي في الدوري الممتاز عشان خاطر، هل الكلام ده ازعجكم؟ هل الكلام ده مضايقكم خاصه بعد المجهود الكبير اللي انت بتقول لي عليه من اول يوم والضغوط الكبيره اللي انتوا عايشتوا نفسكم فيها؟ بصراحه الكلام ده انا سمعنا كتير، وطبعا تصريحات غريبه في كل وسائل في السوشيال ميديا بشكل غير طبيعي، بالذات الفتره الاخيره اخر 3 4 ماتشات. والكلام طبعا يعني ملوش معنى اصلا، ملوش اساس. طبعا كلام ما ينفعش يتقال، انت كده في الاول انت بتعيب في اتحاد كوره وبتعيب في منظومه محترمه جدا.
بس طبيعي ان انا اعمل الكلام دوت. انا مش ما بحددش اسماء معينه بس في وسط الموسم الكلام ده كان برضو بيتردد يعني بقى يعني عشان انت ماشي كويس عشان انت ماشي ما بتتهزش. انت حضرتك من اول ما بدات الموسم لغايه لما الحمد لله صعدت وموجود في الدوري الممتاز انت ما بتتهزش، انت منافس، انت ما بتنزلش الخامس، ما بتنزل الرابع بيبقى فرق 3 نقط فرق اهداف. لكن انت من اول ما الدوري بدا لغايه نهايه الدوري انت بتنافس على الصعود، ما تهزتش من مكانك. فدي حاجه تخض. اعتقد ان بعض الانديه اتخضت او بعض الناس مش بس في الـ في الـ في, الـ في الدرجه او ناس بشكل عام اللي بتشكك واللي بيتكلم كتير الموضوع يخض ان الفرقه ما بتتهزش، ما مش مركزه في الكلام ده كله، مش مركزه في وسائل. لا انت بتكسب، كان فرق بيننا وبين المتصدر القناه 8 نقط وكان بيوصل ل 10 نقط واحنا زي ما احنا. هل في الوقت ده هل في الوقت ده حسيته بيأس خالص؟ ما كانش انا كواحد ما كانش عندي شك 1% ان احنا مش هنوصل ان احنا نبقى متصدرين. بالعكس انت لسه في اول الدوري ومنافسه طويله ولسه هنلاعب بعض ولسه في ماتشات طبعا قويه جدا في هذه الفكره. لكن انا بالنسبه لي الكلام التصريحات اللي فاتت دي كلها دي كان هدفها تشتيت المنظومه، اذا كانت اما منظومه اداريه او منظومه فنيه، واعتقد ان هي بشكل كبير جدا المنظومه الفنيه. ليه؟ لان المنظومه الفنيه هي اللي متحمله كل لعيب وكل اي حاجه قضايا بتيجي على اللعيبه والجهاز الفني، وفي الاغلب بتبقى على الجهاز الفني اولا. فطبيعي ان انا اعمل الكلام دوت عشان اشتت اللعيبه، عشان الماتشات اللي جايه، عشان اقدر اخليه يعني حرب ان هو نفسية يقف. انت شايفها حرب نفسيه، واحنا الحمد لله اللعيب فيها معانا لعيبه كبيره ولعيبه محترمه واللعيبه اللي موجوده حتى سنهم صغير بيسمعوا، ودي حاجه كويسه جدا يا كابتن ميدو. يعني احنا كنا بنقعد مع بعض وكنا بنقعد نتكلم وكنا بنقف في المعسكر قبل الماتش 3 4 ايام. انا ما كنتش بروح البيت، انا كنت بروح البيت يومين وبرجع ادخل معسكر تاني. احنا فعلا تعبنا الموسم كله وبالذات من بعد رمضان، فما كناش بنسمع الكلام ده. كنا بنسمع الكلام ده او لما حد بيقول الكلام ده كنا بنقعد نضحك. فهي فعلا حرفيا هي حاجه مضحكه. تقدر حضرتك كابتن ميدو تقول لي جيب لي ماتش دلوقتي ان احنا اتجاملنا فيه او ان كان ماتش سهل او ضرب الجزاء اتحسبت لنا مش ضرب الجزاء؟ طب بلاش ضرب الجزاء، جول مثلا خطوه اوفسايد والحكم مشاها جول وما حسبهاش اوفسايد. في الكلام ده كل ماتشاتنا كانت صعبه. ده بالعكس، انا خلي بالك انا بقول ان دايما وجود محمد اسماء كبيره في مجلس الاداره واسماء كبيره يعني في مشروع زد، ده بالعكس ده بيخلي الحكام والمسؤولين ممكن يكون في وقت من الاوقات يكون ليك حاجه وما يديهالكش، يكون عنده تخوف ان الناس تقول ان هو بيجامل. يعني مظبوط. انا يمكن في حاجات كتير كانت مضايقاني، يعني مثلا احنا بننافس وماشيين كويس والناس من بره بتقول انتوا بتتساعدوا، انتوا في حكام بتيجي تساعدكم في الماتشات، واحنا مفيش الكلام ده خالص. ولا انا ما افتكرش يعني ولا خطا تحكيمي حد مثلا حد عارف يجيبه ان هو خطا فادح، اخطاء موجوده يعني. بالعكس يعني احنا ماتشاتنا كلها مذاعه وكمان احنا في حاجات بتبقى لينا ما بتتحسبش ومفيش حد بيطلع يطارد الخطا والكره كمان مفيش حد بيطلع وجود الفار وبيبقى في اخطاء. ايوه فيعني حضرتك بتتكلم فيها بتبقى لحظه في الملعب وطبيعي اي حد يخلق لان الفكره ان هو مزيكا ان حد ساعدنا اول الكلام ده لا مفيش الكلام ده. لا احنا ماتشاتنا كلها كانت صعبه، ماتشاتنا كلها احنا ما ارتحناش غير في الاخر بانك انت بتكسب بنتيجه كويسه. طب ما هو حتى الكلام اللي بيتكلم ده كله اللي عمال بيقول التصريحات اللي كانت بتتكلم، طب ما كسبتنيش ليه؟ انا دلوقتي البطل، اتكلم زي ما انت عاوز، قول بص عاوز اقول من هنا لبكره اعمل تصريح اللي انت عاوز تعمله، بس انا البطل، انا بطل الدوري. بس انا عايز اقول لك يعني على حاجه، ان انت قلت كلام كويس جدا، ان كان ممكن الهدف من التصريحات دي ان هي حرب نفسيه على الفريق ومايند جيمز. يعني دي على فكره بتبقى موجوده في كل حته في العالم، ده حقيقة. ما بتبقاش موجوده بالاتهامات صحيح، بس ايه شويه ضغط على الحكام، ضغط على الـ على الـ على الـ على اللعيبه، وزي ما انت بتقول الـ يعني ان في السبرنت الاخير من قبل الصعود وقبل المواجهات المباشره. فده اعتقد ان ده كان الهدف الاساسي من التصريحات، ولكن انا اعلم تماما مدى احترام يعني المهندس ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله لكل مسؤولي اللعبه وكل مسؤولي نادي زد، واكيد هم بيبادلوه نفس احترامه. في النهايه صعد زي ما انت بتقول ما نستحق الصعود، لان احنا عارفين التفاصيل وعارفين ان مشوار الصعود ما كانش سهل. محمد يعني بيبقى في ساعات تخوف من لعيبه الممتاز به، خلينا نقول كده، ما بحبش اصنف اللعيبه دايما، لان انا بقول ان ممكن لعيب الدرجه الثالثه في اسبوعين ثلاثه يلعب في الدوري الممتاز ويروح منتخب مصر،
واقرب مثال على كده انا بالنسبه لي مصطفى شلبي. مصطفى شلبي من سنتين كان بيلعب درجه ثالثه، والنهارده انا بقول ان هو واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في الزمالك. فالفروقات بسيطه، فما بحبش تصنيف اللعيبه ابدا. ولكن في لعيبه مثلا بتخاف يقول لك ايه، دلوقتي لما اصعد الناس هتجيب حد تاني، الناس دلوقتي في الدوري ممتاز وبادجت مفتوحه او بادجت مش مفتوحه، بادجت اعلى، ممكن ان هم يتعاقدوا مع لعيب في مركزي ياخد حتتي. هل انت بتفكروا بالطريقه دي، ولا انت عندك الثقه ان انا كنت سبب من اسباب الرئيسيه للصعود، ولما العب دوري ممتاز اكون من الحراس المميزين في الدوري الممتاز؟ لا طبعا انا ما عنديش شك 1% ان انا مش هبقى كويس في الدوري الممتاز. انا عندي ثقه في نفسي ان انا لو لعبت يعني هادي بشكل كويس وهثبت وجودي. فدي حاجه انا مش خايف منها خالص بصراحه، يعني بالعكس، يعني اللي هيجي هيضيف لي. يعني اي حارس هيجي في فرقتنا هيضيف لي بس. صحيح. محمد انت عندك خبرات كبيره في الدوري الممتاز، تضحك لي شفت عايز يضحك عليك على فكره. بس حبيبي لا ميوزك، بس محمد لا ميوزك حبيبي. انا اول مره اشوف جول كيبر في حياتي طيب جدا. ها لا جدا، هم كلهم طيبين على فكره، بس كلهم لاسعين سن لاسع برضه. لا لا هو بيحاول يعمل يعني بيعمل كنترول على نفسه شويه كده، اللي هو بس اللي هو تقيل لاسع زي كل الوانه. لا هو بس هو الفتره الجايه طبعا هيلسع، هتضرب طبعا، هو لسه صغير بس لسه في البدايه. كام سنه يا محمد؟ 29 في الاجوان صغير. لسه حاضر ان شاء الله. خبط له كام خبطه كده ووسع. محمد انت عندك خبرات كبيره في الدوري الممتاز، هل بتقييمك انت، لان انت لعبت هنا ولعبت هنا، هل بتقييمك انت شايف ان فريق زد عنده السكواد وعنده الفريق ان هو يقدر بالفريق ده ان هو ينافس في الدوري الممتاز، ولا الفريق محتاج تدعيمات عشان يقدر ان هو يضمن ان هو يكون موجود على الاقل في وسط الجدول الموسم القادم؟ هو 100% يا كابتن محتاج تدعيمات، مش تقليلا من اللعيبه الموجوده، لكن طبيعي طبعا في لعيبه اول مره تلعب دوري ممتاز، او في لعيبه ممكن في نسبه كبيره ان بتواجد لعيبه بتلعب موجوده لعب الدوري الممتاز وعندها خبرات في الدوري الممتاز، لكن طبيعي جدا ان هيبقى في تدعيمات للدوري الممتاز. يعني اللعب في الدوري الممتاز مختلف، حضرتك تعلم تماما الموضوع ده جدا، ان الدوري الممتاز مختلف تماما عن الدوري الممتاز. محمد كره مختلفه، يعني انت اللعب في السهل، اللعب في الممتاز سهل، اسهل جدا بالنسبه للمهاجمين بالذات، في المهاجمين طبعا وفي نص الملعب. انا بالنسبه للمدافعين يعني خط الظهر ده بيبقى ليه حسابات ثانيه، بس انا بتكلم كسترايكر، لا اللعب في الدوري الممتاز اسهل بكتير جدا. الممتاز ليه؟ طب قول لي فنيا ليه يعني؟ اللعب في الممتاز به عنيف، بيعتمد على العنف، القوه الجسمانيه والالتحامات اقوى اكتر بكتير جدا من القوه العقليه. وانا دي غريبه يعني، انا ممكن اول مره العب في الدوري الممتاز به انا اتفاجئت بيها، يمكن معرفت كانت في بعض الاوقات غريبه بالنسبه لي، لكن ادركت في الاخر ان لا هو اللعب كله قوه جسمانيه. بس خلي بالك ده طبيعي يعني، يعني اقول لك حاجه، لو رحت في كل، انا عارف انت لعبت بره صح؟ لعبت في دوري كده، لعبت في الكويت، لعبت في الاهلي الاماراتي، لعبت في ماليزيا، لعبت في الاردن، لعبت في دوري كتير، مشوار يعني لفيت شويه حلوين. وبرافو عليك ان انت مكافح وبتشتغل وما بتستسلمش ورجعت ولعبت تاني، وهي دي الرجوله، هي دي الكوره. لكن دايما لو رحت اي بلد في العالم على فكره هتلاقي دوري الدرجه الثانيه او دوري القسم الثاني اعنف بكتير من دوري القسم الاول. يعني انجلترا لو بصيت على ماتشات البريمير ليج وبصيت على ماتشات الدرجه الثانيه في الشامبيونشيب هتلاقي مدعكه، لان طريقه لعب مختلفه، فده طبيعي ان هي تكون اعنف. ده الاختلاف، ما عشان كده دايما كنا بنقعد يعني بنتكلم مع اللعيبه، وفي لعيبه ما لعبتش الدوري الممتاز، دايما اقعد اقول لهم يا جماعه اللعب في الدوري الممتاز مختلف تماما. عندك مساحات تقدر، عندك كل حاجه، في فكر، مش رقم واحد القوى الجسمانيه، الالتحامات القويه. انت ممكن وانت في الممتاز بقى بتجري انت الكره بعيد عنك، واللعيب بيدخل فيك بكل قوه، مش يا ابني انت مش محتاج القوه دي كلها، ما الكره بعيد، الكره ايه هو الالتحامات فيها والقوه والجري والكلام ده. اعتقد ان في بعض، يعني مش عاوز ادوس في الموضوع قوي لان الموضوع ده مضايقني جدا في الحته ديت، لان انا شفت حاجات كتير جدا وسمعت كلام غير طبيعي في الملعب. يعني حاجات يعني اهانات وكده جدا، كل حاجه حضرتك ممكن تخيل. غير الدوري الممتاز، الدوري الممتاز ما بيحصلش فيه الكلام ده، ما بيحصلش الكلام دوت. اللعيبه كلها عارفه بعض طبعا، انت بتلعب في ايا كان الانديه الموجوده حتى في الدوري الممتاز، واللعيبه اللي موجوده في الدوري الممتاز هو برضه اللعيبه اللي في الممتاز بيبقوا برضه نص او يمكن 80% من اللعيبه المتواجده في الدوري الممتاز لعب الدوري الممتاز. بس هو الاختلاف طبعا
الممتاز سهل في لعبه، في نظامه، في اختلاف في العقليات، في كل حاجه في الملعب حتى فنيا. هل بتحس ان ممكن المدافعين مثلا بيحاولوا يعوضوا مثلا مثلا الجاهزيه الفنيه او الامكانيات الفنيه بان هو يحاول ان هو يخرجك بره الجيم، بان هو يتكلم معاك ان هو ممكن بتفتح؟ طبعا طبعا بتلاقي يعني انا في ماتشات الكره اصلا هجمه مرتده علينا والمساك نازل في ظهري ضرب، فانا كنت مستني ببص له، انت بتعمل ايه الكره؟ امال لو الكره معايا تعمل ايه؟ فهو كل تفكيره ان انا عاوز اشتتك، كل تفكيره من ان انا اخوفك مثلا. هو انا كده مش خايف منك، بالعكس انت كده بتحمسني اكتر. طيب يدخلك انت بتديني مسج ان انا العب معاك بعنف اكتر او بطريقه مختلفه، بيدخلك جوه الجيم. طبعا محمد، هل اتعرضت لمواقف شبيهه زي اللي طلع بيتكلم عليها ولا انت راجل مسالم؟ لا في شتيمه وفي حاجات كده بتطلع غريبه. انت بتردش؟ ها لا ما بخرجش بره الجيم خالص، انا بفضل مركز وماليش دعوه. قول لي بصراحه احلى جون دخل فيك السنه دي؟ الخطفه دي كانت. لا ليه بقى؟ مش عامل حساب. لا ما فيش جون حلو دخل فيا السنه دي. لا اكيد في جون حلو، كلها ضربات جزاء وكور كده. ولا جون حلو دخل فيك؟ طب احلى جون طلع جابه فيك في التمرين ايه؟ لا ده انا على طول. لا كابتن ميدو، لا ده انا على طول. هو مزيكا بيشيل مني حاجات بس انا ما بهزرش. خلصت عليها طلع. ها؟ لا والله حاسس عليا جدا. والله لا ما شاء الله حاسس كبير وانقذنا في ماتشات كتير جدا. يعني ممكن احسن صدى مثلا تصدها في 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 الدوري. انا بالنسبه لي في حاجات كتير في ماتش دجله كتير. ها؟ في ماتش دجله الاولاني كابتن ميدو، الكوره ديت لو جت كان اختلف سيناريو المباراه. مزيكا هتطلع الدوري ممتاز بمزيكا ولا هتغير؟ كان نفسي اغير بصراحه بس خلاص الاسم ثابت. انا شو رايي لازم تبقى محمد ميوزك تطلع؟ صح يا كابتن؟ طبعا بيقول لي كده على طول. انا مسميه خلاص طلعت بقيت لعيب دوري ممتاز. لا خلاص بقى نختلف بقى في حتى في لا انا ثابت على المبدا. ايه اكتر مزيكا بتحبها؟ ما تهزرش بقى يا كابتن. مش بهزر والله. عادي المشكله كل واحد بيحب مزيكا معينه. انا بقول لك اطلع اكتر مهرجان شعبي. تحب شعبي؟ مهرجان ماشي. كده يفهم يا كابتن، لكن انت كده وديته في حته. طلعت عايز اكلمك على دور الاداره وخاصه يعني كل الناس الحقيقه، يعني سيف وكابتن احمد حسن، وانا عارف ان هو موجود معظم الاوقات. كابتن متعب بيتواجد يعني في ماتشات كتيره، زيدان، وطبعا الاستاذ انسي صويرس، استاذ سيف زاهر اللي انا عارف ان هو ليه دور كبير جدا معاكم. تقول لي دور الاداره في صعود الفريق هذا الموسم. طبعا اللي هو هنتكلم على الاداره طبعا، وعايز اشكر طبعا الجهاز الفني، بس ان شاء الله بس بعد ان شاء الله لما اتكلم في الحته ديت. دور الاداره كان دور كبير جدا، الهدوء اللي كان متوفر في الفرقه، الهدوء والمساحه اللي كان الفرقه بتتحرك بيها، بتشتغل في هدوء، بتشتغل في صمت، مفيش كلام كتير. بيتواجدوا الاداره كانوا بيتواجدوا معانا في من وقت للتاني، وده حاجه مهمه جدا. مش دايما متواجد ان هو يحط بعض اللعيبه تحت ضغط او اللعيبه تحس ان هو محطوط تحت ضغط يعني. بالظبط في ماتشات مهمه كل وقت كده بيجي بيكونوا متواجدين معانا. كل ماتشات طبعا بنشوف حضراتكم موجودين في الـ في الـ في المقصوره، ودي حاجه كانت بتشجعنا وكانت بتدينا دفع كبير. لكن دور الاداره اللي عامله السنه دي دور احترافي جدا. انا يعني في زد انا شفت منظومه بتتعامل باحتراف، هو ده الصح. انك انت دور الاداره انت كاداره فنيا، لا بيبقى فيهم عاملين جاب عاملين جاب كده بين الشق الفني والشق الاداري، موفرين لك كل حاجه، راحه يعني نفسيه في كل بكل المقاييس، موفر لك انك ان انت بس تفكر في الملعب، تفكر ازاي تجيب الثلاث نقط، ازاي ان احنا نكسب. وده انا شايفه ان ده يعني قليل جدا ان هو متواجد في مصر في الدوري المصري بشكل عام. الـ 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 المنظومه اللي في حته ان هو بيدير بالنجاح دوت وبالتفكير ده اللي منجح كل ده، ان ما شاء الله الاسماء اللي حضرتك قلتها نجوم مصر ونجوم افريقيا والوطن العربي. اعتقد ان انتوا بتتعاملوا معانا زي ما كنتوا بتتحبوا ان كنتوا تتعامل معاكم.
وده اللي منجح الفرقه وده اللي منجح النادي، ان اللي بيدير الحته ديت اداريا فاهم هو بيعمل ايه. يعني مثلا حضرتك كابتن ميدو كنت لعيب واسم كبير جدا جدا في العالم، مش بس في افريقيا ولا الوطن العربي، عارف بتتعامل ازاي معانا، عارف انك انت في احساس بيني وبينك، عارفين لعيب الكره بيفكر ازاي، ودي مهمه جدا. غير لما تكون حد مثلا مستثمر او انا رجل اعمال او ايا كان انا ايه، ماسك رئيس نادي او ليا سلطه في النادي، فبتكلم ومش فاهم. مفيش اللعيب، احنا تفكيرنا في حته تانية. وانت عارف يا محمد زي ما طلعت بيقول ان هم برضو رجال الاعمال بره، هم اللي بيمتلكوا الانديه، ولكن بيجيبوا دايما مدير رياضي او ناس لجنه او حد ليه علاقه بالاداره الرياضيه، هم دول الناس اللي كمان طلعت بيبقى ليهم عارفين اللعيبه بتفكر ازاي يكونوا فريق، ازاي يتعاملوا مع المواقف الصعبه والمطبات الصعبه، لان مفيش مشوار بيبقى سهل. وزي ما حصل مع زد السنه دي في دروبات بتحصل، ازاي ان انت تخرج منها، بتبقى الناس دي عندها الخبره في التعامل مع القصه دي. بصراحه انا يعني انا اول مره اتعامل في هدوء كده، يعني مثلا انا كنت لعبت في كذا فرقه في الممتاز بي، اول مره اتعامل بطريقه احترافيه هدوء، ما حدش بيجي يتكلم معاك، سايبين الجهاز الفني يشتغل بكل اريحيه، وحاسين ان ما حصل الجهاز الفني مكمل مهمه. طبعا وموفرين كل حاجه، يعني احنا ما فيش حد بيفكر في حاجه غير ان هو يتمرن كويس، ينزل ماتش يكسب، بس ما بنفكرش في اي حاجه خالص. انما يعني في انديه تانية لعيب الكوره بيبقى مظلوم فيها، بيفكر في حاجات تانية كتير. طيب انا عايز استعرض مع الساده المشاهدين يعني ترتيب المجموعات التانية، مجموعه بحري ومجموعه الصعيد. نبدا بمجموعه بحري، يعني ضرب نار، البلديه وطنطا وديكيرنس، صح؟ بلديه المحله في الصداره ضرب نار، دي طلعت جدا 55 نقطه. وعايز احيي يعني عايز احيي رؤوف عبد الرؤوف، يعني زميلي السابق في الزمالك، واحد من ابناء نادي الزمالك، اللي من اول يوم اشتغل فيه في التدريب كنت عارف ان هو هيبقى مدرب كويس، لانه مدرب عايز يتعلم ومدرب عنده صبر ومدرب بيتعامل مع اللعيبه بشكل كويس، والحقيقه كل المدربين يعني اللي بتنافس. فطبعا بلديه المحله في الصداره 55 نقطه، طنطا 54 نقطة، ديكيرنس 52 نقطة، وجمهورية شيلين 51 نقطة. بس ديكيرنس هيلعب بلدية محلة، ها؟ الماتش الأخير في الماتش الأخير ده فين بقى؟ ديكيرنس ديكيرنس ده ماتش صعب ده جد. جدا يعني البلدية لازم يتعادل على الأقل، صح؟ البلدية يتعادل وطنطا ما يكسبش أو يكسب مباشرة، لازم البلدية يكسب. ممكن طنطا لو كسب ممكن يبقى في مواجهات مباشرة يا كابتن في الجولة الأخيرة دي، ممكن يبقوا الثلاثة 55 على فكرة. والمواجهات المباشرة أو فرق الأهداف بقى. طب هو طنطا هيلعب مين يا جماعة؟ طنطا هيلعب المنصورة في المنصورة؟ لا، هي المجموعة دي صعبة جدا. المجموعة دي ممتعة جدا، وعاوز أقول لحضرتك يعني البلدية كانت بعيدة. من أول الدوري وأبو قير كان بعيد، وأبو قير طلع فوق شوية كان تاني، وبعدين رجع نزل تاني. المجموعة دي طنطا مش في المنصورة، آسف. المجموعة ديت صعبة جدا. البلدية بقى لها كتير قوي. لا، فرقة البلدية دي في التسعينات كانت فرقة جامدة جدا. اسم كبير طبعا. كان فيها لعيب اسمه احمد فاروق، عالمي. وكان فيها عمارة ورضوان. طبعا. وكان فيها اكرم عبد المجيد، صح؟ كابتن اكرم عبد المجيد، ناس مش عايز انسى حد، بس كانت فرقة جامدة، كانت فرقة. ما صعدوش تاني بعديها، صح يا كابتن؟ نزلوا مش عارف صعدوا تاني ولا لا، بس هو في السيناريو عايزين نستعرضه مع حضراتكم. فوز بلدية المحلة يتأهل مباشرة، خلاص. تعادل البلدية وتعادل طنطا او خسارته يتأهل برضو المحلة، يعني الاثنين لو تعادلوا الماتش في طنطا. لا، هو انا توقعي، انا عايز اسمع توقعاتكم انتوا الاثنين. انا بقول طنطا. وانت بتقول مين؟ طنطا بلدية ان شاء الله. بلدية طبعا كابتن روف. انا بتمنى البلدية عشان كابتن روف طبعا، ربنا يوفقه ان شاء الله وما شاء الله عليه. انا بقول طنطا هيصعد. انا برضو بقول طنطا. انا هقول طنطا هيصعد. الله اعلم، لكن توقعاتي طنطا هيصعد. طنطا انا بقول طنطا هيصعد، مش بتمنى طنطا هيصعد عشان ما حدش ياخد كلامي غلط، ولا طلعت بيقول دي بتمنى طنطا هيصعد، ده توقع بتاع الكوره، محدش ياخدنا ايه بره. مين هيصعد؟ بلدية. ده توقعك ولا ده اللي بتتمناه؟ لا، توقعي. مبدئيا مزيكا بس عشان تعرف.
لو فضلت طيب كده قدام الفراوده بتوع الممتاز هتتقطع. لا يا كابتن في الملعب مفيش الكلام ده. ها في الملعب مفيش الكلام ده. انا في عينيك شايف ان انت طيب مفيش قيمه في ال ها صح طلع. لا لا بس هو عنيف في الملعب بصراحه يعني هو هدوءه ده حتى كمان في الملعب مميزه جدا يا كابتن. وانا شفت الماتشات وبيهدي الناس اللي قدامه وبيتكلم بشكل كويس. واحد من اهم الـ 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 الاسباب لصعود زد للدوري الممتاز محمد مزيكا حارس المرمى. تعالوا نتابع ونشوف مجموعه الصعيد. مجموعه الصعيد طبعا وفي منافسه كبيره ما بين الجونه وما بين لافيينا. الجونه 66 نقطه ولافيينا 65 نقطه والاثنين يعني ادارات جيده جدا وادارات محترمه. لافيينا يعني انا الحقيقه يعني معجب بعائله الاسيوطي والشكل اللي استثمروا فيه بيه في كره القدم في مصر وازاي ان هم باعوا النادي وعملوا السيركل تاني من اول وجديد والدايره تاني من اول وجديد. الحقيقه درس يعني في الاستثمار وعندهم قطاع ناشئين محترم وعندهم بنيه تحتيه. الجونه تاريخ كبير في الدوري الممتاز وطبعا الاستاذ سميح صويرس والشباب في الاداره عاملين شغل هايل. المواجهات بقى ايه بقى قولوا لي؟ الجونه هيلعب مين؟ الجونه هيلعب قدامنا وهنجيبها اهو. شبان المسلمين صح؟ بقينا فقينا اسمنت اسود. طب وايه ترتيب شبان هنا ولا اسمنت اسود يا جماعه؟ عايزين نرجع بس للترتيب تاني عشان ايه نشوف ايه القصه عشان انا اتوقع برضه. شبان هنا تحت. ها؟ شبان هنا فين؟ بترول اسيوط فين؟ هم يلعبوا شبان 11 ال 11 بترول اسيوط ده 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 الجونه هيلعب شبان هنا في شبان هنا. طيب والتاني ايه؟ اسمنت اسيوط. اسمنت اسيوط. لافيينا هيلعب اسمنت اسيوط بره. اسيوط الماتشين ايه؟ اسمنت اسيوط صعب صعب في اسيوط. رايك توقعك يا مزيكا؟ الجونه هيصعد؟ الجونه طبعا. طبعا انا توقع الجونه. لا الجونه لا تاني مش بنتمنى. بنتوقع ان الجونه انا اتوقع ان الجونه هو اللي هيصعد. على العموم الادارتين الاثنين اصدقائنا الاثنين اشتغلوا بشكل كويس جدا وكل التوفيق لكل الفرق اللي بتنافس على الصعود لغايه اخر مباراه. وعلى فكره يا جماعه الدوري ممتاز به دوري صعب جدا دوري فيه ناس مكافحه فيه لعيبه مكافحه فيه مدربين مكافحه وانا بقول ان الناس دي والدرجه الثالثه وكده هم دول اصل كره القدم. هم دول الناس اللي بتشقى وبتتعب وما بتشوفش الا القليل من عوايد الكرة الواقع المرير اللي بنتمنى ان هو يتغير للاحسن. اللي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده في كل بلد في العالم في حاجه اسمها ذا فوتبول بيراميد الهرم الكروي. الهرم الكروي يعني ايه؟ يعني اصغر عامل في ادنى درجه واقل درجه في كره القدم يجب ان يستفيد من اكبر نادي في مصر. انجلترا ما نجحتش الا بنجاح الهرم الكروي بتاعها، ايطاليا ما نجحتش الا بنجاح الهرم الكروي بتاعها، فرنسا نفس الكلام، اسبانيا نفس الكلام. نفسي كلنا نبص للصوره الاكبر ونعرف ان اخواتنا اللي بيشتغلوا في الدرجات الادنى والدرجات الاقل ليهم حق علينا. ليهم حق علينا كلنا، مش ليهم حق علي انا كاعلامي، لكن ليهم حق على لعيب الدوري الممتاز اللي ما شاء الله بيقبضوا بالملايين وما فيش مشكله. بس لازم الفروقات ما تبقاش كده. لازم الناس البسيطه اللي بتعشق كره القدم وبتشتغل في كره القدم بدون مقابل تكسب من الناس اللي بتكسب ملايين. ازاي ده يتعمل؟ في نماذج ناجحه بقالها سنين اشتغلت في القصه في القصه دي. يا ريت نبص عليها ونحاول ان احنا نقلدهم ومش عيب ان احنا نقلد حد. صح الكلام ده مزيكا؟ بالظبط. ها؟ بالظبط. نمت ولا ايه؟ ركز معايا. تميدو يعني على طول قول له كده مزيكا انا بتخطفه كده وما بقاش. صح طلعت الكلام اللي انا بقوله انا. 100% طبعا لازم الكوره وفي ظل الهوجه الملايين اللي موجوده ديت طبعا لازم الناس كلها تستفاد منها بالذات الكره دلوقتي في ناس كتير جدا جدا جدا
مصدر رزقها من الكوره، مش لازم يكون لعيب، مش لازم يكون لا يعني فعلا اللي بيقص الملعب ده مصدره من الكوره. طبعا انديه كتير لعيبه كتير جدا بتعمل كده. حقق ازاي طلعت ولا لا؟ عارف ده الموضوع الهرم الكهربي اللي انا بقول لك عليه ده بيتحقق ازاي على في على ارض الواقع؟ لا اقول لك ازاي. كل درجه بيبقى ليها الرابطه، بتبقى الرابطه دي بتبقى في توزيع حقوق البث. توزيع الحقوق البث ده لازم تروح نسبه للدرجه الادنى، فاهمني ولا لا؟ ايوه. يعني مثلا توزيع حقوق البث للدوري الممتاز 1,000,000,000 جنيه، 10% اللي هم 100 مليون يروحوا لانديه الدرجه الممتاز به ويتوزعوا على الانديه، مع ان طبعا الدوري ده زي ما يحصل السنه الجايه يبقى دوري مجموعه واحده وتبقى المباريات منقوله تلفزيونيا، فيبقى في عوائد بس تانية وفي رعايه جايه من عوائد البث، ونسبه من عوائد البث بتاعت الممتاز به او الدوري المحترفين السنه الجايه تنزل للدرجه الثالثه. هو ده الهرم الكروي اللي انا بقول لك عليه اللي احنا في مصر ما نعرفش حاجه عنه. ده صعب، ده لسه شويه. لا هو في مصر على فكره على الورق وفي القانون يعني ايه في حاجات موجوده كده، لكن لازم نفكر ازاي ان احنا نطور. هو اتاكد خلاص موضوع محترفين الكلام اللي بتقال كده ان هو تبقى برضو عايزين نفهم الساده المشاهدين الخطه اللي محطوطه ايه. من الثاني للخامس هيبقى، يعني الاول صعب، تاني للخامس، تاني تالت رابع خامس هيبقى، يبقى في الثلاث مجاميع يبقوا 12 فريق زي ما بقول لحضرتك. اهو اصحاب المركز من التاني للخامس في الثلاث مجموعات يبقوا 12 فريق، وفي ثلاث فرق هينزلوا يبقوا خام 15 فريق، والسادس في كل مجموعه من الثلاث مجاميع بيلعبوا تصفيات، اثنين منهم يصعدوا يبقى 18 فريق، صح؟ كم هو هيحصل؟ والثلاثه اللي طالعين من الدرجه الثالثه يبقوا 20 فريق. هو هيحصل فعلا. هو عشان كده كل المنافسه السنه دي كانت صعبه جدا، وانا انا شايف ان الممتاز به السنه دي الانديه المتواجده في الممتاز به السنه دي اتظلموا. عشان النظام هيبقى فيه، هيطبق النظام من الموسم الجاي. ففي انديه كبيره وفي انديه اسمها كبيره جدا ممكن في ظل التغيير دوت ينزل او يبقى سابع الموسم بالظبط، والموسم الاولمبي والمنصوره بالظبط، وحتى يعني في مجموعه القاهره. مجموعه القاهره في مثلا سبع فرق ترسانه بتهيألي، صح؟ ترسانه وانتاج، في ترسانه في انتاج. يعني لو انت حضرتك جيت بصيت من الاول لغايه السابع هتلاقي مثلا زد، بتروجيت، الترسانه، انتاج، دجله، قناه، أندية كبيرة، أندية يعني ليها أسماء لعب دوري ممتاز وليها تاريخ في مصر. فتخيل مثلا ممكن السنة دي مش منظومة مهزوزة شوية، مش موفقين اللعيبة، عمل أسوأ موسم مثلا في تاريخ في تاريخ النادي، جه الحظ السنة دي وبقى سابع مع نظام الصعود ونظام الهبوط. فأنا شايفة أن هي في الأندية اللي بتلعب دوري ممتاز السنة دي فهم اتظلموا. من السنة الجاية طبعا هتبقى الأمور مختلفة، في الهبوط في الصعود هتبقى يمكن مقاربة تقريبا للدوري الممتاز. مفيش حل محمد وطلعت زي ما أنا كنت بقول قبل ما تخش، وطفش كنت سمعيني ولا لأ، إلا بخصخصة الأندية الجماهيرية والأندية الشعبية، ويبقى في شركات بدل يعني شركات تبقى مسؤولة عن الأندية دي ومسؤولة عن دعمها عن طريق الاستثمار فيها، وإن هي يكون ليها يعني حق أصيل في الاستثمار فيها. مزيكا نورتني وبتمنى لك التوفيق وجود لك إن شاء الله السنة اللي جاية إن شاء الله. آخر سؤال إن شاء الله يا مين أكتر رأس حربة نفسك تلعب قدامه في الدوري الممتاز؟ خلاص ما أنت لعبت قدامي. لا اكيد مش انت، ما انت معايا عم في الفرقه. يلعب قدامه اكيد مش هو. خدت مين الراس حربه اللي انت يعني؟ ممكن محمد شريف احمد امين اوفا. واحمد امين اوفا برضه. اوفا لعيب جامد. نصيحه لو طلعت بالذات لو شريف بيلعب في الاهلي، لو طلعت تلعب في انفرادات ما تنامش بدري. لا انا ما بنامش اصلا. لا والله حبيبي مزيكا نورتني، جود لك ان شاء الله. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. طلعت نورتني. ربنا يخليك. انا سعيد جدا برحله كفاحك، لان انت من النماذج المحترمه اللي رفض ان هو يقع، فضلت واقف على رجلك، رجعت الدوري الممتاز. الف مبروك، وان شاء الله السنه الجايه تبقى واحد من هدافين الدوري الممتاز. ان شاء الله تشرفنا بحضرتك يا كابتن، وان شاء الله يعني انا قبل ما نختم طبعا مش هقطع، بس انا بشكر اللعيبه المتواجده في نادي زد، كانوا رجاله، ودايما بقولش عليهم رجاله دلوقتي، انا الاول كنت بقول لهم رجاله، دلوقتي بقول لهم مبروك يا ابطال،
والجهاز الفني اكيد تعب معانا الفتره اللي فاتت. كابتن وليد طبعا صلاح الدين دي دور عظيم مش ممكن حاجه كده يعني مش موجوده في الحياه. كابتن وليد بس ما تقعدش معاه الجهاز بالكامل بصراحه. ده انا بحب اقعد معاه في الحته دي. لا 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 ده مره قعد معاه في معسكر المنتخب زمان. انا استخيل ان انا لعبت مع كابتن وليد طبعا حضرتك والله صغير بس تخني كده تحريف حبيبي طلع الف مبروك. الف مبروك يا هو الف مبروك لمنظومه نادي زد صعود للدوري الممتاز وكل التوفيق لكل الفرق اللي ما حلفهاش التوفيق ان شاء الله السنه الجايه يكون حظكم اوفر وكل التوفيق للانديه اللي لسه بتنافس لغايه اخر مباراه واخر جوله للصعود والتواجد وشرف التواجد في الدوري المصري الممتاز. دي كانت حلقه النهارده. اشكركم. تصبحوا على خير.